وبكده يبقى فطارنا خلص ما شاء الله تبارك الله. زي ما انتم شايفين دي الطعمية المقرمشة الجميلة، زي ما انتم شايفينها بالشكل ده جميلة جدا، حطيت عليها بيضة طبعا، ودي السلطة بتاعتنا، ودي المربى، وده الحلاوة، وده المخلل الجميل بتاعنا، ودي البطاطس، وده الفول طبعا بالطحينة والزيت حار، وده الفول بالطحينة والزيت حار قلنا، ده الفلفل المقلي والبدنجان. وتفضلوا بقى معانا، افطروا معانا عليكم وعلى النبي ألف هنا وشفا. ما تنسوناش بقى بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، وإلى اللقاء في فيديو آخر، ودمتم في أمان الله، استودعتكم الله التي لا تضيع ودائعه.